لقد كنت في إحدى المطارات فاستوقفني مسؤول رجل كبير وقال استنى شيخ محمد ما صدقت لقيتك، استنى هنا عندي أسئلة محيران وتعباني. قلت له تفضل تفضل. والله يا إخواني، قال لي ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله، بتقول إيه؟ قال لي بقول لك ربنا ظالم. قلت أعوذ بالله، ليه؟ قال ما بنصرناش ليه هكذا، لماذا لا ينصرنا ربنا؟ ثم قال لي ما فيش فيكو واحد يا مولانا دعاء مستجاب، عمالين طول الليل وطول النهار بتدعو في المساجد وتقنطوا في الفجر والمغرب ويا رب انصر، ما فيش حد فيكم مستجاب الدعوة؟ شبهة خطيرة. قلت له حضرتك بتعمل في المكان الفلاني؟ قال لي ايوه، لانه واضح. قلت له طيب خلي بالك، طبعا هذا الرجل لا يحتاج مني الى دليل من القرآن ولا الى دليل من السنة، ويتهم الله بالظلم. تقول له قال الله، لن يقتنع. فقلت له انت تعمل في المكان الفلاني؟ قال نعم. قال قلت له اخي لو ان الشركة الفلانية البترولية، وذكرت له اسما معينا، صرفت مكافآت اخر العام لكل العمال والموظفين الذين يعملون بالشركة ولم تصرف لك انت مكافأة، تغضب؟ قال لي لا ما اغضبش. قلت له ليه ما تغضبش؟ ازاي ما تغضبش والشركة ما صرفت لكش مكافأة؟ قال لي هو انا شغال في الشركة عشان تصرف لي مكافأة؟ قلت له انت ما اشتغلتش لربنا عشان ربنا ينصرك، وانت لم تعمل لله، لم تمتثل امره، ولم تجتنب نهيه، ولم تقف عند حده، ولم تحقق الايمان على مراده لتكون اهلا لنصرة الله. قلت له انت صدقتني في السؤال، ارجو ان تصدقني في الجواب، انا الذي اسأله. قال اتفضل. قلت له حضرتك صليت الفجر الليلة دي؟ قال لا والله، ولا امبارح ولا اول. قلت له طيب زوجتك وابنتك محجبة ولا بنتك بتروح الجامعة بالباضي والاستريتش؟ قال لي وانت شفتها؟ قلت له لا ما شفتهاش. قلت له السؤال الثالث وسامحني فيه، مالك حلال ولا داخل فيه حرام من الربا والرشاوة؟ قال ربنا يستر علينا بقى. قلت له السؤال الرابع واخر سؤال، حضرتك تستحق النصرة؟ قال لي لا والله.